الهاجس الجماهيري. ملعب يتسع 48 ألف متفرج، ممكن بالكثير وبتفاعل من معلق تونسي جنب الى جنب مع شقيقه المصري بمساندة منتخب العرب ممثل العرب الاسباني. اذا ريكاردو كابتن سليم عبد القادر، كيف تعيش هذه الاجواء لحظات ومنتخب العرب منتخب الدفاع هاني السعيد ومعاه ايضا احمد سعيد جنوب افريقيا. ريكاردو كاكا 65 مليون يورو، مش شويه فيك مش خساره فيك. ريكاردو الساحر كاكا، راقص المراكانا، ساحر الكوبا كابانا. اذا تركيز المنتخب البرازيلي، ركائزه خطيره ونضغط. ترجع الكره نصف الميدان، الحكم الانجليزي شجع اللعب والاندفاع البدني طول العرض، والكره خطيره المنتخب البرازيلي، صعبه جدا. ريكاردو، ريكاردو كاكا، مش ممكن الهدف الاول، الهدف الاول فريق البرازيلي. كاكا بكامل السهوله يدخل ريكاردو ويسجل اول اهداف المباراه. حذاري من هذا السيناريو اللي نبهنا له، حذاري من هذه الانطلاقه البرازيليه اللي تعطي ثقه وتشحن الصمبه، ولكن تخوفنا اكثر، تقلقنا اكثر، ترعبنا اكثر، وممكن تضيع تركيزك. مش ممكن السيناريو الأسوأ. في ثلاث أربع دقائق ريكاردو كاكا يحتفل بطريقته لانتقاله للمرنج الريال. مش ممكن، مش ممكن. الدفاع واحدة اثنين، مش ممكن. هذه الكرة سامحني في الدوري المصري فيها من هنا ومن هناك، فأنت قادم من أرض مانشستر ومن بلاد تشيلسي. مباراة مفتوحة بالأهداف، شكلها في كرنفال مضمون بتواجد السيليستاو. لابد من توضيح الأمور. وعلى فكرة لعب كرة، ونعرف الشعب المصري مهووس كرة القدم. بينما ممكن نسمع من جهة اليساري كليبر، نشوف أنه توجا ومنتخب البرازيل يدخل كأس القارات بكامل وجوده في بلداننا. تمشي كرة من ريكاردو كاكا، يلعب روبينو، روبينو ثم اليوم وهذه الأيام نعيش على إيقاع القارات بانتظار أن يكون آخر، لأنه مصدرهم كله خطير. يمشي ريكاردو كاكا، خطير جدا. كاكا، كاكا، ارفع مرماك يا حضري. ريكاردو كاكا خطير جدا. البرازيلي يلعب والدفاع المصري يتصدى. ممتازه جدا، ممتازه. يصلح خطا وشوقي، تمشي كره في الباس، ممتازه. قدره في المياه، مصر 40%، برازيل. والحضري المصري يمنع ريكاردو كاكا زعيمهم البرازيل. ولو انه عاشق التانجو يقول لي حط في نفس المقعد، في نفس الوضع، في نفس البوزيشن. روبينو يلعب كورة، روبينو خطيرة. شوف الدفاع، كورة صعبة جدا، إمكانية ممتازة، ممتازة. ولو نحب نحط روبينو، شوف اللمسة، ريكاردو كاكا خطيرة روبينو. والحكم يمنع الأدفانتج على البرازيل ويمنح كورة كأنها ركلة جزاء. قبل ركلة الجزاء في شكل مخالفة، كيف ترى هذه اللحظات الصعبة على المنتخب المصري شريف؟ الكرات الثابتة، الكرات الثابتة ياما حذرنا منها وكان روبينو مضغوط عليه. منتخب المصري عم بريسينج، لكن المهارة تغلب. تمشي كورة روبينو، روبينو نخاف منهم لما يمسكوا اللعب. الفريق الرائع رقم خمسة، مهم جدا هذا اللاعب في البرازيل، فيليبي ميلو. يلعب كورة جيلبرتو، جيلبرتو سيلفا، سيلفا يلعب كورة ريكاردو كاكا. الكنترول يضع على بوتريكا، فرصة، هذه فرصة ثانية. البرازيل تعطيك انصاف فرص. فيت السرعة، السرعة على عكس البطء، السرعة على عكس الثقل في اللعب. تمشي الكرة، تاريخ البطولات الستة للمصريين. تمشي كرة عن طريق اللاعب ريكاردو كاكا. مصري، احكي هذا الكلام يا كابتن خالد بيومي وكابتن خالد محدين من خلال ما اراه من صور، وكانني اشاهد فيلم او اشاهد بطولات كبرى. قيمة التغطية الاعلامية وما يتوفر للاعلاميين من معلومات في حينها. المنتخب الاتاك، حذاري المنتخب البرازيلي، مشات كرة خطيرة جدا. ما فيش اوفسايد، ما فيش تسلل، ولكن كرة طويلة، كرة طويلة توقف فيها بوتريكا، ما يتعداش، وكاكا يتعدى، كاكا يتعدى ويربح خطا، يربح خطا في صافرة الحكم الانجليزي، الحكم الدولي ويب او هاون. لكن لا تنسوا اي خطا فردي تدفعه كاش امام منتخبات في حجم. المنتخب البرازيلي باقل مجهود قدر ان هو يحرز ثلاث اهداف. في حافز اكبر وفي دوافع اكبر نحو مرمى. بالاساس من وسط الميدان للاتاك كتبت اسطوره. اللمسه الواحده، الحركه الواحده، الهمسه الواحده، انك في ارض البرازيل. ريكاردو، روبينو ما يمرش، هذه خطا،
هنا قلت التقديرات بتاع الحكم الانجليزي، بينما هنا الجمهور المصري قلت واقع اداء كبير رياكشن متاكد منه. الجواب جاء، الاجابه جاء. فابيانو يدخل، فابيانو يمرر، تبير كاكا، هرب كاكا، حدارك يعملوا الطلاو، يعملوا الطلاو روعه بعض، كان مارادونا مرر لبولي وبولي عدان ما هذا الكرويف، لكن حذاري من كاكا يدخل على الخط لما احتسبك يا كاكا. ريكاردو والدفاع تمشي كوره من كورنر وستعاد الركنيه. زيدان المهنيوه نشوف فيهم شغالين فيه انتقادات. من كره القدم كوره على العارضه تجعلك اسوا مدرب، وكوره داخل الجول تجعلك اقوى مدرب في العالم. يعني في تعليمات من الجهاز الفني وكابتن حضرتك منتخب البرازيل هو اسوا خطوطه. اذا نرجع لافضل خطوطه وهي الهجوم عن طريق باتو حداري. باتو والباس برافو. الكره ترجع لشوقي والدفاع للمنتخب البرازيلي. تسلح بالعزيمه، تسلح بالاصرار، حاول انك تساعدنا لاخر دقيقه يا شوقي. والشوقي على الارجح سيعود. الكسندر باتو صوت في صوت المباراه. باتو خطير جدا، يدخل باتو، باتو وكاكا، ريكاردو اوه على كره خطيره، كره خطيره من القديس البرازيلي السانت ريكاردو كاكا. كانت كره صعبه جدا، شوف الكنترول والضرب على الطاير. كرات الكبار هذه يا ريكاردو، 65 مليون يورو نظير انتقاله من ميلان الى ريال مدريد. الانتقال اللي عمل سعادة لدى عشاق الملكة في كل مكان، ولكن عمل ترجع الكرة في وسط الملعب عن طريق الفريق البرازيلي. حذاري مش ممكن، امكانية اخرج يا حذاري، برافو. اصاب في هجوم برازيلي. طيب اخر سؤال، المليون برازيلي ريكاردو كاكا لعب فابيانو، فابيانو كاكا الله يهديكم، الله يهديكم في هذه الكورة. برافو الدفاع، برافو يا جماعة، برافو يا جماعة. حرام انك تخسر الماتش بعد هذا المجهود، بعد هذا اللقاء التاريخي. العب الكورة ياخذ الأنصار وجماهيره. ريكاردو كاكا، ريكاردو، 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 مين عدل الحكم ويب؟ مش ممكن، على صفحات الويب ستجد الاسم. تكلم رجل 65 مليون. ريكاردو كاكا مهما كان مهما سيكون، مصر تعطي درس الصنفة. والرابع، الرابع من كاكا، رغم محاولة الحذر، الحذر كان ممكن يوقف كاكا. نعم انا برازيلي على الدوام، لكن ليس اليوم يا سيليساو، ليس هذا الفوز الذي تفتخر به يا كاكا. ونعاود ونقول البينالتي صحيحة، اللمسة صحيحة، لكن ليس بعد دقيقتين يا واب يا هاون. ابتعاد المصريين هنا في ساوث افريكا مش ممكن على كرة التعادل. مصر تلقن درج المنتخب المصري في معنى الثاني. هذا الدور القادم، فالقادم اصعب. ايطاليا مصر، البرازيل والي اللي يرضى بكم الاستوديو العمان وليس القاهرة. لقد كان منتخب الفراعنة اليوم أكثر من جميل.